بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. هذا هو الاسبوع الكبير في السنه كلها، المليء بالأحداث تصل للذروة في هذا الأسبوع. علشان كده كنيستنا بترتب له طقس خاص بيتصلى فيه 10 صلوات، 5 ليلية و5 نهارية، يعني بمعنى أصح اليوم كله مفروض بيبقى مليء بالصلاة والقراءة والتعليم. بنحاول فيه نعيش الأحداث مع ربنا يسوع المسيح يوم بيوم، وفي بعض الأحيان ساعة بساعة، لأن الأسبوع ده كان مركز جدا. كل الإعدادات السابقة منذ سقوط آدم كانت لأجل هذا الأسبوع ولأجل هذا الحدث العظيم. كل اللي فات ده كله، آلاف السنين، كل ده تمهيد لهذا الحدث العظيم. لأنه سر عجيب وحب عظيم مش بسهولة ندركه، فكان لابد من الإعداد الجيد حتى لا نضيع قيمة ما نلناه. زي ما بيقول الكتاب، كيف ننجو نحن وإن أهملنا خلاصا هذا مقداره. مقداره كبير قوي. فربنا عمال يمهد البشرية وجي على الأرض، قعد سنوات يمهد أيضا لهذه اللحظات الحاسمة. من أهم البركات اللي أعطاها للبشرية كان في مثل هذا اليوم، كان مليء بالتعليم والأحداث. زمان حب يعلم البشرية كيف يكون خلاصهم، فخلهم يجوا أرض مصر ويبقوا تحت العبودية، وبعدين عايزين يخلصوا من العبودية، فكان في ضربات، لكن الضربة العظمى كانت موت الأبقار. وعشان ينجوا من الموت ويخلصوا قال لهم يعملوا ايه؟ يذبحوا خروف صحيح لا عيب فيه، وياخدوا من الدم بتاعه ويحطوا على العتبة والقائمتين، يعني يدوا شكل صليب، ويأكلوه. في ذبائح ما كانتش تؤكل زي المحرقة، لكن ده لازم يأكلوه كله، ويأكلوه بفطير. وعشان كده كان الخمير يرمز للخطية، وكان له طقس
كل ده كان تمهيد وإشارة لما سيحدث. من خلال الصليب، سفك دم المسيح، ننجو من حكم الموت زي ما أبناء شعب الله نجوا. وبالذي سفك دمه يتغذوا به ليحيوا، الخروف. وده اللي عمله ربنا له المجد، قدم جسده ودمه عشان ناكلوا به نحيا. وده كله باستحقاق الصليب، قال الذي يسفك عنكم. وهنا كأنه قدم نفسه قبل ما حد يقدمه، سبق فقدم، لأن له كل السلطان. وأصبح أعظم سر حي موجود بنناله، وهو سر الأسرار. مرة كلم التلاميذ عن هذا السر في يوحنا 6، وقال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه لا يكون لكم في أحال، لا يكون لكم حياة. فكتير من اللي كانوا بيسمعوه بدأوا يمشوا، قالوا إيه الكلام ده؟ إزاي ناكل جسده نشرب دمه ازاي؟ ده كلام مش معقول. كتير سابوه. فقال لتلاميذه انتوا كمان عايزين تمشوا؟ فقالوا له الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك. فهو سر عظيم، ادراكه مش سهل، لكن هو اللي قال. عشان كده مش محتاج جدل كتير، هو نفسه قال جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق. مش رمز، مش تأمل. وجي يوم الخميس الكبير قال لهم كده خذوا كلوا، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. مين اللي بيقول كده؟ هو له المجد. ان في بعض الناس يقولوا لا ده مجرد حاجات تذكارية او كده. عشان كده الكتاب اكد كتير بعد كده الاستعداد لهذا السر ده يكون ازاي. لكن هو لما جه يديهم ادهم خبز مش فطير، مع ان كان في عيد الفصح ده له نظام ان ابتداء من عيد الفصح يشيلوا كل خبز مختمر وياكلوا فطير. طب ازاي كان بيبقى فطير وهو اداهم خبز؟ هو شاء كهذا، وحجز خبز، ما خلاش الخبز كله، يعني احتفظ بالخبز اللي هيحوله لجسده موجود. وكان في اعداد لهذا العمل، خلى بطرس ويوحنا هما الوحيدين اللي جهزوا هذا الأمر. وابتدى الأول بالرمز وبعدين ختم بالمرموز إليه. إيه هو الرمز؟ اللي هو خروف الفصح. فأكلوا الأول خروف الفصح اللي هو بيرمز لجسد المسيح ودمه،
وبعد كده اداهم ايه المرموز اليه، خذوا كل هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي. طب ليه ما اداهمش فطير واستخدم خبز؟ لان هو حمل خطايانا. بنقدم خبز مختمر لان المسيح بلا خطيه، لكنه حمل ايه، فالخمير اللي بيرمز للخطيه دي خطايانا، ان احنا هو اللي حملها. واحنا لغايه دلوقتي نقول نقدم الحمل، حمل، فهو حمل خطايانا وصار هذا السر أعظم الأسرار كلها. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، فربنا إدى وعلمنا سبع أسرار بيها ننال استحقاقات وبركات الخلاص. وطبعا كلكم عارفين الأسرار السبعة، هتقولوها معايا لربما حد مش فاكر: المعمودية، الميرون، التناول، التوبة والاعتراف، مسحة المرضى، الزيجة، الكهنوت. الأسرار ده هي السبعة بيها ننال بركات الخلاص. فيها أسرار لازم كل حد ياخدها عشان ينال الخلاص، وفي أسرار ممكن الواحد ما ياخدهاش حسب الاحتياج. فيها أسرار تتاخد مرة واحدة بس في الحياة، وفيها أسرار متكررة ناخدها كتير. يعني المعمودية هي معمودية واحدة، فهتقولوا لنا طب امال لما بيجي حد مش ارثوذكسي بنعيد معموديته ليه؟ احنا ما بنعتبرش بنعيدها، ما يعتبرش إعادة، لأن المعمودية مبنية على الإيمان، فلازم تكون مبنية على الإيمان الارثوذكسي، لكن هي معمودية إيه؟ واحدة. سر الميرون ناخده مرة واحدة بس، سر التوبة والاعتراف ده طول ما احنا عايشين الأمر ما بيخلاش، ده حين كل واحد يبقى عايز له أب اعتراف مخصوص من كتر اللي عنده. سر مسحة المرضى، ربنا يديكوا الصح. احنا بنعمله عام كده يوم جمعة ختام الصوم، لكن ممكن واحد ربنا يديله الصحة كده الروحية والجسدية. يعني سر الزيجة مش شرط كل واحد ياخده، في ناس ما بتاخدوش، المحظوظين. سر الكهنوت مش شرط كل واحد ياخده، لكن الأسرار في مجملها ما نستغناش عنها. نيجي نسمي مثلا المعمودية، دي رغم ان بيتاخد مرة واحدة لكن له أهمية قصوى، لأن ربنا يسوع المسيح قال: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله ولا يعين ملكوت الله. عشان كده بنسميها باب الأسرار،
ملكوت الله في الأرض وفي السماء، يعني مش ممكن واحد يتناول وهو مش متعمد، مش ممكن واحد يتجوز وهو مش متعمد، مش ممكن واحد يبقى كاهن وهو مش متعمد، ولا أي حاجة، ولا يدهم بالميرون وهو مش متعمد. عشان كده نسميه باب الأسرار. سر الكهنوت رغم أن مش كل حد ياخده، لكن نسميه تاج الأسرار. ليه؟ لأن ما فيش أي سر من الأسرار دي كلها يتم إلا من خلال الكهنوت. لكن نيجي للسر بتاع النهاردة بقى، بنسميه اسم بقى أجمل حاجة، بنسميه سر الأسرار كلها. يعني إيه؟ يعني مرتبط بكل الأسرار. مفيش أي سر يتم إلا لازم يكون مقترن بسر التناول. عمركم شفت حد اتعمد وما تناولش في نفس اليوم؟ الدهن بالميرون وما تناولش؟ احنا بنتوب وبنعترف عشان نستحق للتناول، حتى مسحة المرضى برضو يبقى الكنيسة رتبت حتى المريض اللي ما يقدرش يجي ويحضر الكنيسة، الكنيسة سمحت ان ممكن ابونا ياخد له التناول ويناوله. سر الزيجة لازم يرتبط بالكنيسة وبالتناول، لازم الزوجين يعترفوا ويتوبوا ويتناولوا. وكان زمان السر ده يتم في القداس بعد صلاة باكر، كانت الناس يعني غير دلوقتي طبعا، وكان بيبقى عايشين في قرى وبلاد أو تجمعات وكلهم عارفين بعض. يعني لو حد من المنطقة مثلا هيتجوز، طبيعي شعب المنطقة هيبقى حاضر، فكان لازم القداس. سر الكهنوت لا يتم إلا في القداس. عمر ما حد يقدر ياخد أي رتبة إلا في القداس ويتناول، بس بيختلف التوقيت هيترسم إمتى في القداس. فكل الرتب الشموسية ورتب القصصية كل دول يترسموا بعد صلاة الصلح، لأن خدمتهم خدمة المصالحة. درجة الأسقفية برتبها الثلاثة، الأسقف المطران البطريرك، يترسموا بعد الإبراكسيس، لأن دي الدرجة الرسولية. امتداد لأعمال الرسل، امتداد لأعمال الرسل. فهو سر الأسرار، به ننال عطايا كثيرة. أول حاجة غفران الخطايا، نقول يعطى لمغفرة الخطايا، به ننال الحياة الأبدية وحياة لمن يتناول منه، به ننال الثبات في المسيح، نثبت فيه، نتغذى بيه، زي ما بيقول أنا هو القرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. فالغصن بيتغذى من القرمة عشان يبقى في حياة. تلت عطايا كبرى: ثبات في المسيح، حياة أبدية، وقبل الكل مغفرة الإيه؟ الخطايا. فهو سر عظيم.
سر الأسرار، ولغاية دلوقتي من أصعب الحاجات اللي الناس تصدقها، ما لم يكن بالإيمان اللي هو من الروح القدس بيدهولنا صعب إن نؤمن، لأن أما ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. بالروح القدس اللي خدناه بنقدر نؤمن إن ده جسده ودمه، وربنا بيشاء بين الحين والآخر بنعاين عجائب في هذا السر، عجائب. بعضكم يمكن شفتوها قبل كده أو سمعتوا عنها، لكن فعلا السر ده عظيم وعجيب، والواحد يبقى محتار قوي ازاي ربنا سمح لينا ان احنا نتناوله، وازاي سمح لينا ان احنا نخدمه. كان زمان مرة تصوني أنجيل تقول لي كان أكتر يوم أبونا بشوي يبقى فرحان بيه لما يصلي القداس، يبقى راجع فرحان يقول لها أنا النهاردة شلت الإيه؟ ربنا يسوع المسيح شاله على إيده وحمله. فطبعا عطية كبرى ربنا ادهلنا ان احنا ننال جسد ودمه الاقدسين، وعشان كده في الكنيسة بتبقى زي السماء. تخيلوا مثلا لو شخصية عظيمة موجودة، شوفوا الاحتياطات الامنية والهدوء والنظام يبقى شكله ايه، كم وكم المسيح بيبقى على المذبح. نقول هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم، عمانوئيل إلهنا، حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. عشان كده أحيانا بتعجب إن ألاقي حد مشغول بأي حاجة أثناء القداس، ناس تكلم بعضيها، ده ممكن في التناول الناس بقى تناولت تفضل هيصة كلام. يعني صدقوني احيانا بشك ان يكون الناس مؤمنة باللي على المذبح ده هو مين. استحالة حد يكون يؤمن ان ده جسد المسيح ودمه ويبقى معاه موبايل في الكنيسة ويفضل يعطل القداس. ولا يتكلم ولا يهيص ولا يقعد أثناء القداس والتناول، ما لم يكن حد كبير في السن ومريض. أبص ألاقي بعد التقديس والمسيح موجود على المذبح والتناول شغال والناس قاعدة، وياريت قاعدة ساكتة. ممكن نقول الناس قاعدة عشان تعبانة، ظروف صحية، لكن قاعدين ويكلموا بعض. فهنا بيبقى موضع شك، هل فعلا مؤمنين بحق ان اللي على المذبح ده جسد ربنا ودمه ولا لا؟ نحن نشكر الله على عطاياه الكبيرة اللي ادهلنا، لم يبخل علينا حتى انه يدينا جسد ودمه الاقدسين، حياة ابدية معاه وغفرانا لخطايانا وثباتا فيه. حب كبير وفداء عظيم ربنا ادهلنا. المهم ان احنا ننتبه ونقدر هذه العطية وما نتهاونش بيها عشان تكون سبب خلاص لينا. والإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.